اللهم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم ارزقنا محبته وارزقنا شفاعته، واسقنا يا ربي بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا ربي. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل الهم عن المهمومين، واقض اللهم الدين عن المدينين. اللهم استرنا سترا يليق بجلالك يا رب العالمين، مع رسول الله، مع الحبيب المصطفى، مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. قد صدق من قال: صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا سمعت العذب من صوتك، نعم ولا حملت السيف في ركبك، وما كنت يوما من الأنصار، وما هاجرت وما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكني والله يا رسول الله أحببتك. صليتم على رسول الله مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في باب الشمائل أو في كتاب الشمائل. واليوم نتكلم إن شاء الله، تكلمنا أيها الإخوة في الحلقات السابقة على ما يقرب من قرابة 20 يوم صليتم على رسول الله، ونحن نتحدث عن الصفات الجمال والكمال التي منحت وأعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا عن بعض الأشياء المتعلقة برسول الله، ما جاء في صفة إزار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم من الملابس صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول مثل ما قلنا في النعل، وقلنا كذلك في الايه، في العمامة، ان الملبس يا اخوتي من قمص، القمصان التي تلبس، او الجبة، او الثوب، او الازار، او الرداء، كل ذلك يعود الى الايه، الى الاعراف والعادات، الى الاعراف والايه والعادات. لكن ما الذي كان يلبسه النبي؟ تعال نتعرف، صل بنا على رسول الله. قالوا صفة إزار النبي، يبقى النبي كان يلبس الإزار. ما هو الإزار يا إخواني؟ ما هو الإزار؟ الله يفتح عليك، هو ما يغطى به الجزء الأسفل يسمى إيه؟ إزار. وما يوضع على الكتفين، ها؟ اسمه؟ اسمه يا إخواني؟ اسمه إيه؟ لا يا أخي، اسمه رداء. القميص يشمل الجسم، القميص ما له كان أكمام وجيب يسمى قميص. أما النبي كان يلبس أكثر وأغلب لبس النبي، كان يلبس النبي الإزار والرداء. والإزار ما يغطى به الجسم الايه، النصف الايه، الأسفل، من السرة إلى منتهى الركبة. طب ومن أعلى يسمى رداء. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن لبس الملابس على العموم تعود إلى الأعراف والعادات. وأول حديث يقابلنا يقول: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة، عفوا، عن أبي بريدة قال: أخرجت لنا أم المؤمنين عائشة، هناخد حكم شرعي دلوقتي، أخرجت لنا أمنا عائشة، يعني عائشة أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله في هذين. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما لبسه حتى مات في كساء ملبد. ملبد يعني إخواني غير مفصل، غير غير إخواني غير يعني قطعة من القماش فقط من أعلى. صليتم على رسول الله، كساء يسمى كساء ملبد، يعني غير مخيط. صليتم على رسول الله، يعني ما ليش أكمام ولا أي شيء، لم يكن يلبس، إنما كان يوضع على الكتفين. وإزارا غليظا، إزار سميك، حتى إذا ما لفه الإنسان على جسمه يا إخواني، خلي بالك العرب ما كانت تعرف هذه الأمور من سراويل وغير ذلك إلا قليلا، فكان الواحد يأتي بهذه الأمور وخلاص. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تجدوا يا إخواني، الإخوان اللي هم بتوع أندونيسيا وبتوع البلاد يا إخواني، تجدوا يضع قطعة من الخلف من تحت، وكذلك أهل اليمن أغلبهم برضك يضع برضك إزار من تحت إخواني، ورداء من فوق كده لف برضك لف. صلينا على رسول الله. أمي عائشة تعطينا هنا إخواني في الله حكما شرعيا، هل يجوز أن أدخر ما أسر عن رسول الله، الأمور التي كانت متعلقة برسول الله؟ نقول نعم، هذه أمي عائشة
الفقيهة المترى التي ربيت على يد رسول الله، أخرجت لنا كساء كانت محتفظة به، وتقول يا جماعة الكساء ده لما مات النبي خرجت روح النبي وكان لابس الايه؟ هذا الكساء وهذا الإزار رضوان الله عليها. صليتم على رسول الله؟ يا رب اجمعنا مع سيدنا رسول الله. وقلنا كما روى الإمام البخاري حديث يخلع القلب من حديث محمد بن سيرين العالم الأشم التابعي، يقول صليتم على رسول الله؟ قال قلت لعبيد يا عبيد إن معي شعر من شعر رسول الله أعطانيه أنس بن مالك، فبكى عبيد وقال قال والله لو أن شعرة واحدة عندي من رسول الله لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها. صليتم على رسول الله. وقلنا أن أنس كان مدخرا في بيته نعلا لرسول الله، وهذا كله في الصحيح. صليتم على رسول الله؟ نعم. قلنا أن ملبد يعني المراد به الكساء قطعة من القماش ليست مخيطة، وإنما حالها أن تغطي الجزء الأسفل، والملبد هو السخن يعني التخين، وإزار الذي يلف به من أسفل. وهناك من الأحاديث الجميلة يعني لما جاء رجل إلى رسول الله وقال يا رسول الله، عشان تعرف أن الإزار ده كان منتشر مع الصحابة مع النبي وغير الصحابة وغير النبي، لما جاء شاب لرسول قال يا رسول الله أريد الزواج، قال عليك بالمهر. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها على رسول الله، جميل يا إخواني، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم رفض، فقال الشاب يا رسول الله أنا أتزوجها، فقال أعطيها مهرا. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله والله لا أملك شيئا إلا إزاري هذا، والله ما أملك الغري. شفت الصحابة يا إخواني سطرت وسجلت أسماءهم في الفردوس الأعلى، صحبة مع رسول الله في الدنيا والآخرة، ومع ذلك الواحد منهم قد لا يجد إيه إخوانا في الله إزارا يلبسه. قل والله يا رسول الله ما عندي غيره هذا الإزار. فضحك النبي محمد وقال وإن أعطيت، شوف النبي عايز يغير الموضوع حتى لا يتأثر الرجل، طب وإن أعطيتها إزارك تبقى بلا إزار؟ وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الحديث المشهور التمس لها ولو إيه خاتما من إيه من حديد. صليتم على رسول الله. الشاهد بعد الصلاة على رسول الله كان النبي يلبس إزار. طيب يا إخوان حنأتي لمسألة الآن فقهية برضك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث ابن سليم قال حدثتني عمتي، اسمع الراجل عولي دلوقتي، يقول سمعت عمتي تحدث عن عمها الأشعث ابن سليم ابن سليم الأشعث ابن سليم، بيقول يا جماعة عمتي حدثتني عن عمها أنه كان، صليت مع رسول الله، أنه كان في الطريق قال بينما أنا أمشي بالمدينة، اللي هو عمة الأشعث ابن سليم، بيقول عمتي بتحدثني عن عمها أنه كان ماشي بينما هو ماشي فإذا بإنسان من خلفه يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله. إيه الموضوع؟ عمة الأشعث ابن سليم بتقول له عمي أنا كان ماشي في الطريق وواحد ماشي وراه، عشان كده قال إنسان، ما أنت ممكن واحد ينادي عليك أيوة فلان فهو إنسان ما أنت مش عارفه، فيقول فالتفت فإذا هو رسول الله، بيقول نادى على عمي فقال ارفع إيه إزارك. الإزار احنا قلنا الايه يا اخوان الجزء الايه الأسفل، ارفع ايه إزارك فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له هذا أتقى وايه وأبقى، يعني أرضى لله رب العالمين وأبقى لثيابك حتى لا يتهالك من ايه مما هو موجود على الأرض، وفي رواية أتقى وأنقى عشان لا تتعلق به الايه الأوساخ. صليتم على رسول الله. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، يعني يا رسول الله ما هو إلا إيه قطعة من القماش، والكلمة بردة يا إخواني هي القطعة من القماش التي تجمع بين اللون الأسود واللون الأبيض،
أغلبها أوضد وفيها إيه؟ خطين سود. رسول الله ده هي حتة بردة يعني ما لهاش قيمة. فقال له النبي: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزار رسول الله نصف ساقه. تعطينا الدلالة والحتة الفقهية التي اختلف فيها العلماء، حكم تجاوز الثياب والبنطلون وما يلبس من تحت. إذا أنت كنت لابس الجلابية بتاعتك مركز عم أبو ناصر والجلابية بتاعتك نازلة على الأرض، هل يجوز ولا لا يجوز؟ هل هذا حرام ولا حلال؟ الأحاديث كثيرة جدا يا إخواني في هذا المجال، واختلف العلماء فيها. اختلفوا يا إخواني لأن الروايات يا إخواني زادت لفظة ورواية نقصت لفظة، فجمعوا بين الألفاظ. إزاي؟ هناك حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسفل من الكعبين فين؟ فين؟ في النار. تلبس بنطلون ينزل على الأرض وينزل على وش المشط بتاع الرجل، هذا حرام شرعا، هذا بحديث. وعدوا أن إسبال الثوب إلى الأرض يا عم عبد ناصر أنه من الكبائر وحرام شرعا. هذا إخواني الفريق الأول، وهذا هو رأي جماهير أهل العلم، يقولون أسفل من الكعبين. لكن جاء الحديث الذي بعده أن النبي قال: من جرجر ثيابه خييلا فهو في النار. فقال سيدنا أبو بكر: يا رسول الله، إن لي إزار ينزل على الأرض فأتعهد. روح رفعه لفوق. سيدنا مين؟ أبو بكر، أبو بكر الصديق. يقول أبو بكر: يا رسول الله، لي إزار بس بينزل على الأرض فأرفعه. فقال: يا أبا بكر، لست الذي تصنعه، أنت مش معقول أبدا أنك أنت بتعمل الموضوع ده إيه؟ خيلاء ورياء يا أبا بكر. فالعلماء جمعوا بين الأحاديث ذا، فظهر لنا الفريق الثاني فقالوا: إذا كان إسبال الثوب أو البنطلون أو ما يلبس لم يكن للرياء ولا للتكبر ولا للخيلاء فإنما الأمر إيه؟ جائز. واختلافهم الحمد لله في خير إن شاء الله رب العالمين. فمن أخذ برأي الجمهور وهو الأفضل صليتم على رسول الله، ومن يخواني كان عادته كان ذلك، ولكن والله هدي النبي أفضل وأخير، صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعالوا نصلي على رسول الله. طبعا فاكرين سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما دخل عليه شاب وهو يحتضر، سيدنا عمر بن الخطاب دخل عليه رجل شاب وهو لما طعن بست طعنات وهو في الرمق الأخير، سيدنا عمر دخل عليه شاب فقال: يا أمير المؤمنين، أبشر يا أمير المؤمنين. بقول له: أبشر، بشرك الله يا أمير المؤمنين بكل خير. ليه؟ قال: لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت من أصحاب مين؟ سيدنا النبي، ودي تكفيك، ولك قدم في الإسلام، ده أنت أسلمت وأنت قديم جدا وأنت لسه إيه؟ صليتم على رسول الله وأنت واحد اللي خلاص، سيدنا عمر رضي الله عنه رسول الله من برضك من السابقين، صليتم على رسول الله. طيب وقد عملت وعملت، وأخذ يقول له: ثم وليت فعدلت، ثم بعدها شهادة كمان، أبشر يا أمير المؤمنين. فقال عمر كلمة تخلع القلب ورب الكعبة، عمر يا إخواني الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا بعدي. عمر يخشى الخاتمة، عمر يخشى الوقوف بين يدي الله. عمر يا إخواني كل ما يخشاه كيف يقابل ربه يوم القيامة. أوليس من كلامه عمر: يا ليت أمي كانت نسيا منسية، يا ليتني كنت غصن شجرة تؤكل وانتهى الأمر، يا ليتني شعر في صدر رجل صالح، وفي رواية: يا ليتني شعر في صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. عمر إخواني رقم 2 من العشرة المبشرون بالجنة، وأخشى ما يخشاه كيف يموت عمر، على أي حال يموت عمر. فدخل الشاب قال له: أبشر يا المؤمنين وانت عملت وصنعت. فقال عمر: وددت أن ذلك كفافا، يعني يا ليتني أخرج من الدنيا لا لي ولا علي، مو مطلع منها وخلاص كذا، صليتم على رسول الله، مش عايز كل الكلام ده، أنا عايز أنجو منها، صليتم على رسول الله. فلما أدبر الشاب ومشي من قدام سيدنا عمر وهو في الرمق الأخير، عمر رضوان الله علي يا إخوان، عمر صلى الله أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى رب العالمين يا رب. فإذا بإزار هذا الشاب ينزل على الأرض، كان ليه إزار كده لامس الأرض. فقال عمر وهو في الرغرغة يا إخواني في الرمق الأخير، قال: ردوا علي الشاب هاتوه تاني. فرجع الشاب فقال قال له سيدنا عمر، اسمع، قال له
يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يعني بلاش تخلي جلبيتك كده ماشي بجرجر وراك وثيابك. الشاهد منها زي ما احنا قلنا اختلف العلماء في ذلك، والله أعلى وأعلم. بعد الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الذي بعده وهو الأخير الذي صدر له الإمام الترمذي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الأخوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير قال حذيفة بن اليمان قال أخذ النبي محمد. شوف لطف النبي محمد، قاعدين مع بعض كده، تخيل إن احنا بنعملها ساعات من باب الدعابة حلوة كده يعني، ولكن لا تؤذي. واحد ممكن يرحب بيك يكسر لك ضلوعك، صح ولا غلط؟ واحد كده ياخدك بالحضن ويشد عليك يشد، تحس بقوله يا أخ خلاص يا أبو عمو، صح؟ النبي كان يداعب ولكن لا تؤلم ولا تؤذي. هيعمل النبي حركة دلوقتي جميلة جدا، الله الله عليها، فيها من اللطف وفيها من الجمال لا تصدر إلا من رسول الله. ماذا فعل النبي؟ يقول حذيفة بن اليمان أخذ رسول الله بعضلة ساقي، العضلة اللي هي الجزء ده، بعضلة إيه؟ ساقي. عمل له إيه بقى؟ هل قرصها النبي محمد كده عشان بيتهزر مع واحد أنت مثلا؟ صليت مع رسول الله، مش الكلام ده يؤذي ولا يؤذيش يا أبو إسماعيل؟ يؤذي. صليت مع رسول الله تجد واحد يسلم عليك وروح ماسك لك ده صوابعك وروح تنهم لك كده عشان يا عم أنت بتعمل إيه يا عم؟ ولا واحد سلم عليه وروح ضغط لك على الصوابع تاخد لك دقيقتين ثلاثة عشان تفردهم. صليت مع رسول الله، هل هذا من باب المزاح؟ مازح ولكن لا تؤذي. صليت مع، زي ما قلت لك، واحد كده ياخدك بالحضن بعد الجمعة مثلا ويطبق فيك يا عم مش عارف اتنفس. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان يداعب الصحابة، يقول حذيفة فأمسك بعضلة ساقي أو ساقه، ساقي هو يعني اختلاف، هو سيدنا حذيفة، ثم قال لي هذا موضع الإزار، آخر الإزار يوصل لنا، قال فإن أبيت، طب عايز حاجة تانية، فأسفل، فإن أبيت فلا يحق لإزارك الكعبين. يعني ما تخلوش ينزل على الأرض، وقلنا المسألة بتاعت إيه؟ إسبال الـ 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 الإزار. صليتم على رسول الله. وبهنا نكون قد انتهينا بفضل الله من الباب الثاني، لكن إخواني في الله تعطينا حتة مسائل فقهية، تأخير الحال يا إخواني في الله، تأخير يا إخواني النصيحة، وكيف تكون النصيحة؟ من أكثر من حديث الآن ذكرناه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة اعمل كذا، إنك تنصح. سيدنا عمر بن الخطاب قال للشاب تعال يا ابني ارفع إيه؟ إزارك، نصح النبي محمد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الأشعث ابن سليم وجد له إزار نزل على الأرض، قال له النبي، الشاهد يا أخي إذا رأيت إنسانا على غير هدي النبي أو مخالفا بكل لطف بكل لطف بكل لطف اعلم أنك أنت تحتاج إليه أكثر من حاجته إليك، لأن هناك من يستخدمه الله. صليتم على رسول الله، فكن رفيقا به. أنت وجدت رجلا يصلي بجوارك ومسبل اليدين مثلا، ما يجيش بعد الصلاة يا عم أنت بتصلي إزاي يا عم؟ إيه الصلاة دي بتعملها أنت دي يا عم؟ مش الواحد يتعلم الصلاة أبما استغفر الله العظيم يا أخي. صليتم على رسول ده، هذا أسلوب يا إخواني. واحد تاني انك انت واقف جنبه وخلاص بيلتمس، في بعض الناس عندهم حساسية فما بيعرفش انك انت تلمسه. صليتم على رسول الله فانت لمسته، فهو عمل رجله، انت لمسته مرة تانية، صليتم على رسول الله، انت مصمم، صليتم على رسول الله. فبعد صلاة يا اخي كرهتني في حياتي يا اخي، ده كلام ده؟ صليتم على رسول الله. اذا اردت ان تنهى عن منكر فانهى عنه بمعروف ولك الاجر. مش قلت لك انت الكسبان؟ انت الكسبان. اولا الرجل الذي مسبل قدميه ده مسبل يديه ده، سله كل لطف، السلام عليكم يا عم الحاج بنحفظك ويبارك فيه. هذا هو المؤمن يا اخواني، ده مش تصنع يا اخواني، ده ولا كلمتين بناكلوا بيهم عيش، ده هذا من هدي النبي. كان الطف الناس، كان يراعي شعور الناس. فكان النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، ما بال احدكم يصنع ذلك، وهو عارف الشخص، مش يقول على فكره انا عارف اللي قاعد وسطيكم ده متى إيه انت، لا ما يجيش كده النبي يعمل كده. شفت النبي هيعمل ايه يا اخواني؟ مسك كده وقال له انت اعمل كذا. طب يا اخواني صليتم على رسول الله، سل هذا الذي يديه على جنبيه،
ربما يكون به يا أخي ارتخاء في الأعصاب فلا يستطيع صليت على رسول الله، ربما تندم لأنك فعلت وتتأسف في المجلس. وقلت لكم يا إخواني ونحن في العمرة صليتم على رسول الله، دايما يا إخواني يوم الاثنين والخميس لتجد الحرم مملوء بالأكل، ما شاء الله رب العالمين، يعني يا رب كرمنا السناد ونروح ناكله تاني إن شاء الله ونعمل عمرة، يعني صليتم على رسول الله. الشاهد فبيحطوا الأكل كده يا إخواني، أنا متعود أروح ناكل على طول يعني من غير ما حد يقول تفضل، يعني صليتم على رسول. المهم جلست يا إخواني في الله بعد الصلاة على رسول الله، فإذا بشاب يا إخواني وجهه كفلقة من القمر، والله كقمر إن شاء الله، بياض مشرئب بالحمرة كده ولشعر كده أصفر كده ومرجعه لورا كده، لكنه يا إخواني يأكل بشماله، بيأكل بإيه؟ بالشمال، اليد دي يا إخواني معمولة كده. اللهم لك الحمد على النعم التي نعيش فيها يا رب، لو تعضلت اليد اليمنى ولا اليسرى كم تدفع عشان تشتغل؟ كم تدفع؟ صليتم على رسول الله؟ لو تعطلت القدم، لو تعطلت الرئة، طب ما كل المفروض انت تدفع عشان ده كله يشتغل. قلت لكم في واحد في المنطقة هنا بس والله مش عارف مكانه بالضبط، يعني عايش على أنبوبة الأكسجين من 20 سنة ولا 15 سنة، يتحرك بها في الغرفة، يتحرك في الغرفة بس، هو يلف بها كده في الأوضة كده، لو سحبت من على أنفه مات، وانت بتديها نكوتين عشان برضك تدمرها، عايز تدمر الرئة بأي طريقة، مش قلت لك كل شيء عجيب بتوع التدخين ده احنا، عايز تدمرها بأي طريقة. هي بتقول لك أرجوك اديني أكسجين، ولا لا ما ينفعش، أنا هديك نكوتين، أنا أضرب بك، ونسأل الله العفو والعافية. الشاهد الشاب عامل إيده كده، فواحد من الشيبة الناس كبار دول يا إخواني مش عارف أي جنسية، أنا يا أخي يا أخي كل بيمينك، كل بيمينك، معقول ما سمعتش عن النبي قال الواحد يا غلام كل بيمين، يا غلام سمي الله وكل بيمينك؟ ده احنا قاعدين يعني على السفره دي او حته القماش اللي حاطينها دي ولا البلاستيكيه اللي حاطينها دي على الارض حركه 7 8 10 كده. فنظر الشاب مبتسما راح قال لا انا اسف والله معلش، وراح رفع اليد الشمال قال له دي مشلوله. اوبا قال له دي مشلوله والله، دي عاجزه والله، كان نفسي اكل باليمين والله، والله نفسي اكل باليمين، يا نهار ابيض نفسه ياكل باليمين واحنا مش معتبرينها نعمه اساسي، والله ما معتبرينها نعمه ولا واخدين بالنا ان هي نعمه. كل واحد فينا رافع اللقمه بتاعته كده من الناس الثمانيه دول، كلنا قاعدين بدا يتلجلج كده، واللي ابتسم يقول له اخوي ان شاء الله في ميزان حسناتك وربنا يكرمك وكذا. الراجل اللي قدامه ده وقف يا اخواني والعيون انفجرت بالبكاء، قال له سامحني يا ابني والله انا اسف، والله العظيم حقك علي، والله والله يقبل راسك، نعم الموضوع مش مستاهل والله، انت حبيت تنصحني بس، حبيت ايه؟ تنصحني. الشاهد كيف تنهى عن المنكر؟ صليتم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وشايف واحد انت عارفه بيدخن، تقول يا اخي مش سمعت 50 مرة واحنا بنقول التدخين كذا والتدخين كذا، انت مستني حاجه تانية؟ لا تتركه ابدا بلطف، ربنا يكرمك وتبطلها وربنا كذا، واوعى تموت وانت مدخن، واوعى كذا واوعى كذا، هو الله عليه الهدايه صح ولا غلط؟ جميل يا اخواني في الله، اخواني في الله بعد الصلاه على سيدنا رسول الله، فنسال الله رب العالمين رب العرش العظيم كما أكرمنا بالسماع أن يرزقنا برؤية النبي في الفردوس الأعلى وبصحبته في الجنان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وسامحنا يا رب، اللهم اشفنا واشف مرضانا واسترنا ولا يا رب لا تفضحنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب، اللهم اجعل أسعد أيامنا يوم أن نقف بين يديك وأكون قد رضيت عنا وغفرت لنا وسترتنا يا رب، اللهم اجعل أسعد ساعاتنا يا رب يوم أن يدخل ملك الموت علينا فينقلنا إلى رحاب رحمتك، فاللهم اغفر لنا واسترنا ولا تفضحنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا، والله العظيم ما لنا غيرك، والله ما لنا غيرك،
والله ما لنا غيرك. اللهم إنا نسألك الستر والثبات على طاعة رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، واسبل علينا سترك وأدم علينا عفوك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.